دكتورة إيمان زهران أستاذة العلاقات الدولية، تحياتي لحضرتك يا فندم. أهلا بسيادتك، مساء الخير. مساء النور. لو بنتكلم على ردود الأفعال العالمية، الحقيقة احنا يمكن ذكرنا بعضها بشكل سريع كده مع حضرتك ومع السادة المشاهدين، لكن قد إيه الحدث ده كان فارق قوي مع العالم؟ يمكن الحدث ده بكيفية إدارة المشهد العام وإدارة الأزمة بشكل كامل من بداية حدوثها وحتى وقتنا هذا بالمؤتمر الصحفي اللي حصل وكلمة سيادة الرئيس، يمكن جماعة بتدي فلاش أو تصويب على عدد من الدروس المستفادة عن كيفية النظر لقناة السويس، خاصة أن في بعض من المشككين حول جدوى قناة السويس أو أهمية قناة السويس في عصر الأمن السيطاني وما إلى ذلك، وبالتالي في تقديري أن كافة الإشادات الدولية صوبت الأمر أن قناة السويس كانت ولا زالت وستكون في المستقبل هي المعادلة الأصعب في تاريخ الملاحة البحرية أو في النقل البحري بشكل عام. قناة السويس لازالت تمتلك السمات اللي بتؤهلها أنها تكون الاختيار الأول في العملية الملاحية، لازالت الأكثر أمانا، الأقل من حيث التكلفة، الأقل من حيث الوقت، وما يتعلق كذلك بالاستعدادات اللوجستية اللي موجودة في هيئة قناة السويس. يمكن في تقديري كمان أن إدارة الأزمة كانت صوبت أو حجم الإشادات الدولية صوبت بشكل رئيسي مش فقط على أهمية قناة السويس في كمجرى ملاحي دولي، وأنها بتعتبر يعني نقطة ارتكاز جيوسياسية هامة ومعادلة هامة في التجارة العالمية، لكن كذلك على الاستعدادات اللوجستية، كيفية إدارة الأزمة بشكل كامل. يمكن تحدثت العديد من وسائل الإعلام العالمية كذلك التقارير الفنية على مستوى المنظمات الدولية للملاحة البحرية عن كيفية إدارة الأزمة، وإن مشهد الإدارة في حد ذاته يدرس، خاصة أنه عدد من التقارير الدولية تنبأت بأن الأزمة ستطول، قد تأخذ العديد من الأسابيع وقد تمتد لشهور. صحيح. قياسا على مستوى التغيرات المناخية، معدلات المد والجزر، حجم السفينة، طولها، عدد الحاويات اللي بتحتويها، نسبة الضرر المتوقع، وبالتالي كل تلك التقارير يعني انعكست بشكل مغاير عن المشهد اللي خرجت فيه إدارة الأزمة. يمكن الأزمة انتهت بعدم ضرر نهائي للسفينة بوجود كمان عدد قليل، يعني احنا استغرقنا وقت قليل جدا، 6 أيام تقريبا مقارنة بكافة التقارير الفنية اللي أثبتت العكس. بالتالي إدارة الأزمة أشادت الدول، أشادت التقارير الفنية بالإدارة المصرية مهنيا وفنيا. احنا اعتمدنا ليس فقط على فكرة الكركات والسيناريوهات الفنية والسيناريوهات الهندسية، اعتمدنا كمان على الجزء الفني وعلى المعيار المناخي وما إلى ذلك. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة إيمان زهران أستاذة العلاقات الدولية.